هذا لو صار ري نعدلوه لبناتنا ما حدهم صغيرات اياك تموت لها وبيه عبارة عن لعبة تقبل لمو تكون لبناتها عظمات عبارة عن هذا العظم ينقالوا العظمات العظم وهذا ينقالوا البريش ذي ينقالوا الصرمي هذا ري وهذا كذلك أمر لي حتى هو الصرمي المتوسد البريش اللي هو الراجل هذه هي المرأة هذه قطيفتهم اللي تحتهم هذه الخيمة كما تعلم هذا المشقب هذا الحرج هذه الفرنة والمقرج ليك الشكوى والحمارة ليك ملي الرحى وهذه تصوى هذا محتوى الخيمة كامل اللي كنا نعدله في البدو كامل يعود عندها هي مكون لها صغير تلعب به هي كتملت هي فيه ما تبعد عن الخيام وتعود الأحلام ماتها يكونوا له ماتي وهي تم تلعب به هي وصحباتها واللي معها كان وتعود أم اللي لمرة متطلف منتها وتم تظهر لها تعدلها سنة مانة هذه الظفرة نقول لها سنة مانة وتلبس الدراري على الأكثرية فيهم ويعودوا مجيبات وتعود خارج شوي من التهلف الطفلة ولا تخليها أمها تبعد منها الطفلة عندنا حدها سعادة تم أحلمها تعدل هذا الوزار يكتملت هي فيه وتم ساكنة في أحلى خيمة لها ياك سمعت وهذا ضروري عندنا تم الطفلة ملتهية وهي وأصحاباتها واللي معها من أصحابها يعودوا عندهم العظمات والبراريش وهذا النوع من الأوزار.